السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع بيعمل حاجات كتير قوي، بيعمل جنريت كوبي، بيعمل كوبي فيديو اعلان، في برودكت، تمام، في جرافيك ديزاين، في شوية حاجات ممكن نشوفها هنا. بقى ممكن نستخدم مثلا تمبليت وتدي له بعض الكلمات، هنقول له مثلا عايزين دوكمنت جديد، تمام، نيو دوكمنت، تمام. بيقول لك ايه، استخدم بعض الكلمات واعمل ران، هو يبدا يعمل لك مقاله. مثلا فيزيت ايجيبت تو سي بيراميدز، تمام، ونقول له بقى ايه، جنريت التوبيك. ممكن بقى تختار موضوع معين، مثلا انت عايز تكتب عن السياحة في مصر وحاجات زي كده. ممكن تختار تون، هل انت هتتكلم فورمال ولا انفورمال ولا وهكذا. فبيبدأ يجيب لك شوية حاجات، مثلا زي 10 اسباب لتزور مصر، تمام. طيب دي سيف، تمام، ممكن تحطها للكليب بورد. ممكن تروح مختار حاجة فيهم وتروح دايس على علامة زائد، يروح ضايفها لك هنا، تمام. ممكن تشوف كده في الهيستوري لو في اي هيستوري موجود. ممكن تقول له ده انا عايز زي انترودكشن او الاوت لاين، تمام، فيبدأ يجيب لك اوت لاين معينة. ايه النقاط الرئيسية اللي انت تعملها مثلا في البحث بتاعك عن زيارة مصر مثلا، تمام، جابهم لك همت. فانت ممكن تختار مكان كده وتقول له ضيف لي الحاجات ديت، وكل نقطة من دول ممكن تخليه هو يكتب لك فيها مقالة. يعني تاخدها كوبي وتقول له اكتب لي فقرة عن الجزئية ديت. دي أول جزئية من الموقع، وهي جزئية لذيذة لو انت عايز تعمل تكتب بعض الحاجات في وصف الفيديو مثلا أو في الموقع بتاعك. ممكن نختار جرافيك ديزاين وتقول له ستارت. شوف بقى انت عايز تعمل تصميم لايه، مثلا تصميم لوجو، تصميم بلوك بوست، حاجه للانستجرام مثلا، حاجه بالشكل دوت. هو بقى يساعدك شويه ان انت مثلا تقول له عايز احط حاجات جاهزه، تمبليت جاهزه، مثلا حاجة بالشكل دوت، وتبدأ بقى تعدل انت الكلام فيها وهكذا بحيث توصل للحاجة اللي انت عايزها. هو بيديك تصميمات كتيرة جاهزة، وانت مجرد ان انت تعمل سيلكت على التكست تلاقي نفسك بتعدل وتكتب اللي انت عايزه وتختار اشكال زي ما انت عايز. اعمل سيلكت كده واروح قايل له كنترول في واكتب الكلام اللي انا عايزه. في طبعا ان انت تستخدم الاي اي في ان هو يعمل ديزاينات معينه، او تعمل فيديو، او سوشيال ميديا بابلشنج. كل الحاجات دي تساعدك في ان انت تكبر الموقع بتاعك وتعمل اعلانات بسهوله جدا عليه، تمام. هتلاقي حاجات هنا اي كوميرشال، حاجات امازون، في حاجات كتيرة جدا تقدر تختار اللي انت عايزه. تبدأ تكتب البرودكت نيم مثلا والديسكريبشن بتاعك وتقول له جنريت، فيبدأ يكتب لك وصف للحاجة اللي انت عايزها.